الشيخ المربي الأستاذ عثمان ياسين، عرفته منذ سنة 1980 وكانت لي به لقاءات، وعرفت من خلاله أنه رجل يتميز بخصال ربانية كثيرة، وأهم تلك الخصال وهو أنه الرجل المربي، الرجل المربي الذي لم أصل إلى أن أجالس أحدا في مستواه، والرجل الذي استطاع أن يؤسس جماعة كان يمكن أن أكون من أول المنتمين إليها، ولكن أقدر الله شاءت أن أكون في ضفة أخرى غير الضفة التي أسست فيها جماعة الإحسان. هذا الرجل الذي استطاع أن يؤسس هذه الجماعة ويؤكد منذ اليوم الأول على مبادئ لم تكن متداولة في الحقل الإسلامي، وأول تلك المبادئ هو العمل السلمي. الوقت الذي كان الحركة الإسلامية في مختلف مكوناتها تميل إلى العنف وتميل إلى عدم الدفع التي أحسن، ثم كان من جملة المبادئ الأساسية التي أسس عليها الجماعة وهي عدم التعامل مع الخارج، كل ذلك جعله يطبع العمل الإسلامي سواء بالنسبة لجماعة الإحسان أو بالنسبة لمن ينتمي إلى جماعة الإحسان ويؤسس ويشتغل من خلال قطن أخرى، جعل كل أولئك ينطبعون بالمبادئ الأساسية التي أكد عليها ودعا إليها ورسخها داخل الإسلام. الأستاذ سامي ياسين رحمة الله عليه أحمل له في نفسي تقديرا خاصا نابعا من معايشتي له ليالي وأياما، وتمنيت لو أنني كنت قد رأيته في آخر أيامه حتى أكون له من المودعين. فرحم الله هذا الرجل الكريم الكبير بكل معاني، وتعازينا الحارة لأسرته الصغيرة ولإخوانه بالإحسان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.